اسمع معلم، شنو شفنا؟ شنو شنو؟ تنقول لها اجي نمشيو بالمازيراتي. فين فين هي اللي بغيتي نمشيو بها؟ فين؟ نمشيو بهادي مازيراتي؟ اين هاديك الزرقاء؟ ها؟ الزرقاء نمشيو بهادي؟ نو هادي هادي اللي كاينه في الكراج. اشنا هي هادي اللي كاينه في الكراج؟ ش ش ش فين فين كاينه فين كاينه؟ فين وريني فين وريني فين وريني فين. الدراري البنات قال لك والو بالفيراري وما فيهاش اللي يخرجها غادي نديه بالزاز نضرب بها دويره في المازيرات. شنو باغي؟ قول لي شنو نمشيو نمشيو بهذا الزرقاء هادي؟ نو هادي نمشيو بالكحله. والو ما كاينش ما تعاملش معانا لا لا راجي اجي نديك بهذيك بزز بزز الخوط باش قنعتو نركبوها في هادي ونمشيو نخرجو. الايام كيتبدلات عرفتي راه انا ملي كنت صغير كنت كنحلم فهمتي واحد العم كانت عنده ياركات الساعه ما كانش قليل اللي عنده في العائله طوموبيله كانت عنده واحد ياركات وكنت كنحلم النهار اللي يجي عند داك العم وكنفرح ملي كنركب في ديك ياركات. ابو وليدي فهمتي البراج كتخيرهم ما بين جاكوارا مازيراتي لا خرج لي الفيراري دري صغير وعايق عرفتي كلشي الخوت كيتبدل حتى الناس الكبيره في لاج حتى هي تبدلات بزاف. الوالد ديالي انا ملي كنت صغير راه مستحيل ندير هاد الحسانه هادي ديال الخطيط. ها انت شوف لي شو ضرب لي الخطيط نعم سيدي وخارج ضرب السركيله. الوالد ديالي كان قاسح مستحيل ندير هذيك الحسينه ديال كنا كنسميوها. المهم كانت راه شي تنسى ما بقاش الخوت في المغرب واحد الحسانه سميطه سميطه مستحيل نضرب سميطه. واحد النهار ضربت سميطه ويزني هاكو من عنقي الثاني عند الحلاق وهو يضرب لي الزير وقال لي باغي ديري هاد الحسانه ديال القروده. ولكن كلشي تبدل حتى الناس الكبيره في لاج في المغرب لاحظت انها تبدلات. دابا راه الوالد الوالد هو اللي هز الدار تيدير لي هاد الحسينات. الحسانه مزيانه فرحان طوب سبحان الله مبدل الاحوال. هنايا الخوت فين فين تكبرت في الخميسات ملي كنت صغير تهزيت في مراكش ولكن كنجي هنايا هادي مقبارات هاي شويه تبان هادي مقبارة سميتها مقبرة سيدي غريب راه القبور تيبانو. انت الخوت اخر تهاموت اصلا فهمتي انت جيتي من الموت. وهنا الدراري الله الا زعما انا الدراري تيجينا راسي عشت احسن بيريود ممكن تعيش في المغرب عشت هنايا ما كانش هاد الشانطيات هنا كان غير الرمله. دابا دازت الشانطيات تبدلت الحياه كنا ساكنين هنايا هنا كنت كنجي كانت السقايه ما كانش عندنا الماء كنجي تنشرب السقايه هادشي كامل تيبان لك تيشرب من السقايه كنجيو للسقايه هازين البيدوزات كنعمروهمش كنشربو وما كانش الخوت الضو الضو ما كانش كان غير الباتري كان الباتري وكتشارجي الباتري وملي كتشارجي الباتري كتمشي كدير به التلفازه والتلفازه ما كانوش عندك ليش هو بزاف وكانت الاغلبيه ديال الوقت ديالها هي تشارج. الدراري البنات كنسمي البيريود البيريود صراحه فاش عشت انايا احسن بيريود ممكن تعيش فيها في المغرب لان شفتي الانتقالات كامله فهمتي شفتي دوك الحقب كامله ما قبل الضو عشتي بلاضو بالشمع وعشتي البيريود رانا في عمري 34 عام ما تخيلش بزاف ولكن ولاد 88 عندهم الزر 87 88 ماكس 89 عندك الزر عشنا بلاضو وبالشمع وعشنا بالباتري كدير الباتري باش تفرج في التلفازه وعشنا ديك الاولى وداك الشيء طافي دوزيام ما تطلقش النهار كامل كتطلقي شويه والنهار كامل هي مرموز وتشاشد مرموز اصلا ما 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 كايناش عند الشيء الحالي ما عارفينش شنو هو المرموز. وعشنا البيريود ديال الانترنت ثقيله وعشنا هذاك الحقب كامله ديال الانترنت غدا وكتزيد السرعه ديالها وعشنا بلا انترنت وعشنا بلا انترنت على هذا انا تنهضر الشيء اللي كاين دابا عاش لقى الانترنت مع تزاد لقى الانترنت زاد صغرو تيعطيوه الايباد وتيعطيوه التليفون وتيجلس يسكرولي هذا الخطره الا خرج للمقاطعه وقال له راه ما كاينش المقدم سير تجي ترى انت حرا صاحبي ترى تيطلع كلشي بكليكه فهمتي عليها خاص واحد التغيير شويه لا الشيء اللي جا ما يقدرش ما يقدرش حنا ولفتي سير تجي كذا كذا طا 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 الوراق كيتعطلوا هذاك هو الطبيعي الاجراءات كتعطل الادارات ثقيله هادشي عادي هادشي هو باش تزاديتي ولكن واحد زاد شاف العالم تيسكرولي وتيبان ليه العالم مستحيل اخي غادي تعذب ماشي مستحيل
اجي عاني دراري بنات كيجوني دي ميساج اللي نتا تختاروا 150 خويا سي مختارني الشباب والله انا باش نحيد هادشي ديال العاطفه لان انا كنت نتعامل بالعاطفه بزاف فهمتي باش نحيد هادشي ديال العاطفه عطينا الناس اخرين يسيليكسيونوا ماشي زهير ماشي انس ماشي انا فهمتي لان دون توليكا انس يبقى يقدر يقول هذا غادي نتلاقى معاه يصلح ليا ما يصلحش ليا زهير يبقى حتى هو يقول انا بزاف ديال الناس تيعمروا الفورميج يبقى تذكروا سميتو خويا سيمو راك عزيز عليا راك كذا راك كذا راك كذا والاخوان وي راه هي 150 راهي 150 الناس هاد الناس هي محظوظين والله الاخوان راهي 150 راه ماشي شي و 30 غادي نفابور 120 غادي يخلصوا التكاليف ديالهم طيارته ولعيباته وكذا كذا وراه ماشي الهدف الهدف الاخوان هو داكشي اللي غادي نصورو حنا عندنا الربح في داكشي اللي غادي نصورو والسلسله اللي غادي تحط وتجي يشوفوها الملايين عندي تما فين كاين الربح يعني الاخ ما بلا ما تبقى تانسيستي على 150 150 راه الا ما كنتيش فيها ها السلسله قبال من 150 غتحط السلسله ديال فرعون وبرقل ديري داكشي اللي دارو كليكا وكليكي كرياو كونت كرييه تلقوا الادس تلقوا غنوريك البرودوي اللي خدموا عليه شحال خدموا شحال سباندا وإنا برودوي إنا دولة كلشي كلشي الخوت حتى حاجة ما تبقى مخبعة أول مرة في العالم غادي تبارطاجي معكم البرودوي اللي خدموا عليه هما الكونترول هما يسناو قبل ما يجيو بلي راه ما حتى حاجة ما تجيك أنت غادي بيريود تتعلم حنا تنعلموك مقابل كاع داكشي اللي درتي غادي تبارطاجي مع الناس وراه كاين اللي طاح على شي برودوي وينر تيقول لك لا حشومة أخويا خليني نزيد نضرب فيه راه هاد البرودوي هذا راه قال لي الدراري ديال السعودي راه باقي يخدم واحد العام عام ونص الشريف ضرب مع راسك تحط السلسله الله يعاوننا ويعاونك هادشي هو اللي كاين في الكونطرا هادشي هو اللي درنا معاك والاخوان حتى الناس ال 150 اللي غادي يكونوا حاضرين راه داكشي كامل اللي غادي ديروا غادي تبارطاجي معاكم هنا برودوي خدام هذا كيفاش نجح هذا هنا برودوي علاش خدم شحال دار شحال سباند في هذا البرودوي شحال ربح في هذا البرودوي لان هذوك ال 150 كاملين سانين ان ديك البيريود حتى شي حاجه من داكشي اللي خدموا ما ديالو ادى معاه العلم في راسو وهذه هي اهم حاجه اللي باقي ممكن تجيب به دي برودوي اخرين وحوايج اخرين وكما جبتي تما برودوي جوج وثلاثه وعشره خلال ديك البيريود ديال 60 يوم غادي تجيب 100 و1000 برودوي يعني تعلمتي واحد العلم جيتي معاك العلم والخوت راه المعلومه راه كاينه في الانترنيت راه انت ما محتاجش زعما تكون من هاد 150 راك والله ما محتاج انا كنقول والله ما محتاج تكون من هاد 150 السر في هاد 150 هو ديك 60 يوم اللي غادي تسد عليهم ما كاينش شي سر الاخوان السر هو ديك 60 يوم اللي غادي طريح داكشي ديال لارم غادي تنوض في الوقت الفلاني طريح من الوقت الفلاني غادي دير هادي دير هادي دير هادي خاصك تسالي هاد لي زيكزيرسيس هادو هذاك هو السر الا قدرتي ديرو انت مع راسك طريح 60 يوم صعيبه في 60 يوم عطيك 90 يوم لان حنا غادي يكون داكشي اكسيليري اطريح 90 يوم ريح ساعتين ثلاثه السوايع في النهار ثلاثه السوايع في النهار ساعتين ثلاثه السوايع ديك البيريود كان انه ما تكون عندهم 4 سوايع في النهار حتى بقى تيمشي يدير تمارين في القاع فهمتي يعني يمشي يدير تمارين حتى الغدا ويجي انت عندك 3 سوايع في النهار مع راسك كتريح مع راسك 3 سوايع في النهار والله خويا تدير العشب خوت كلشي كاين فابور ها تريح 90 يوم تعطي راسك 3 سوايع في النهار والله خويا تيطلع منك العشب ايبا هادشي اللي كان دخل ماروك بوان كوم تسجل فابور تجيك سيسي لا فابور كلشي فابور باغي الفابور ريح تعلم فابور راه كلشي كاين فابور